مساء الخير، بنرحب بمشاهدين ومتابعين برنامج دردشة في أولى حلقات الموسم الجديد. هكون معاكم ريم النمر، وطبعا بنوجه تحية كبيرة جدا للمذيعة آلاء فرحات اللي هي بتعتذر عن عدم وجودها النهاردة، بس هتكون معانا موجودة في الحلقات الجاية إن شاء الله. زي ما احنا متعودين في برنامج دردشة، كنا بنقعد نتكلم مع بعض في كل حلقة عن مواضيع كتير ومختلفة مميزة، وكمان كنا بنتكلم مع بعض في المشاكل اللي بتواجهنا وازاي ان احنا نحلها ونتفاداها. بما اننا في موسم جديد، فاحنا فكرنا نضيف حاجة جديدة، وهي اننا نستضيف المواهب الشابة او اي حد عامة عنده فكرة معينة او مشروع عايز يشارك بيه الجمهور. اكيد كل واحد فينا بيكون عنده موهبة معينة بتميزه عن غيره، سواء بقى الموهبة دي كانت رسم أو عزف أو غنى أو غيرهم كتير. في مننا اللي بيقدر إن هو يشتغل عليها وينميها لغاية لما يوصلها لعدد كبير من الناس، وفي اللي لغاية دلوقتي لسه بيحاول إن هو يشتغل عليها وينميها، بس للأسف الفرصة لسه ما جاتلوش. من خلال بقى برنامجنا ده هنوفر له الفرصة دي، وهيقدر إن هو يتواصل معنا عبر البرنامج بتاعنا والصفحة بتاعة دردشة على الفيسبوك. خلينا نرحب بضيوفنا اللي منورينا النهاردة في حلقتنا. معانا الموهبة الجميلة أستاذ محمد فتحي مطرب. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك. ومعانا الأستاذ محمد مصطفى عازف. أهلا وسهلا. ممكن تعرف نفسك للجمهور؟ محمد فتحي، بغني بدار الأوبرا المصرية ومنشد ديني. وحضرتك؟ محمد مصطفى، هندسة طبية جامعة حلوان وعازف إيقاع، اشتغلت فرق إنشاد ديني وموسيقى عربية وحاليا عازف إيقاع برضه. قول لي يا محمد، هو أنت إمتى بالظبط بدأت غنى؟ أو مين اكتشف موهبتك كمان؟ والدتي أول حاجة، والدتي ووالدي. بدأت وأنا عندي 8 سنين. وحضرتك؟ أنا يعني الموضوع بدأ معايا من وأنا في أولى ثانوي، يعني حبيت المجال، لقيت فيه بروفات وفيه نشاط. انا من وانا صغير بهوى الطبلة عموما، ف دوست يعني في المجال. قول لي انت ايه اللي حققته او عملته من ساعه ما بدات في مجال الغنى عموما؟ هل روحت ورش؟ روحت رود؟ يعني اولهم دار الاوبرا المصريه، وغنيت في سور ثقافه في ساقية الصاوي، بعد كده منشد ديني مع الشيخ محمود التواني كده. حضرتك برضو كنت بنزل ورش، واشتركت في فرقه فنون شعبيه، حصلنا على المركز الاول في مهرجان الاقصر الدولي للفنون 2018 محافظه القليوبيه، وكنت في ابداع مراكز الشباب برضو، وحاليا ابداع جامعات. تمام. قول لي يا محمد، انت مين مثلك الاعلى في الغنى عموما؟ عموما عبد الحليم حافظ. نفسك تبقى زيه ان شاء الله؟ ليه بقى؟ اشمعنى؟ يعني لا استاذنا طبعا. اكيد طبعا. طب وحضرتك؟ يعني من مصر طبعا استاذنا كلنا، استاذ سعيد الارتيست، في من تونس طبعاً مصطفى العنتري. بنوجه لهم طبعا كل التحيه. طبعا اساتذتنا طبعا. طيب مش عايزين بقى، عايزين نسمع حاجه كده من القديم بقى، بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن القديم. يلا بينا. يلا سمعونا حاجه بقى كده. جانا الهوى جانا ورمانا، الهوى رمانا، جانا الهوى جانا ورمانا، الهوى رمانا، ورمشوا الأسمراني شبكنا بالهوى، ورمشوا الأسمراني شبكنا بالهوى، قمر الله. حلو جدا. قولي يا محمد، انت اشمعنى، انا ما شاء الله شايفاك متمكن جدا جدا من الطبله، اشمعنى هي بالذات اللي اخترتها عشان تعزف عليها؟ والله هو يعني هو الموضوع كان موهبه وهوايه من صغري، زائد ان الطبله يعني فيها روح حلوه كده. ما بتعزفش على اي حاجه تانية غير الطبله؟ يعني درامز شويه، ممكن رق برضو، وفي الدف والكخون والبونجز. يعني بلعب ايقاع برضو، بس مش دايس في كل الالات باحتراف قوي زي الطبله. يعني زي الطبله. حلوه جدا.
خلينا بقى واقعيين يا محمد، ودلوقتي احنا عارفين ان اي حد علشان يوفر على نفسه طريق الشهرة او يتشهر بسرعة جدا بقى بيعمل ايه؟ بقى بيغني مهرجانات وينزلها، لان هي اللي بقت مكتسحة جدا الفترة اللي فاتت دي والفترة اللي احنا فيها برضو. فانت ليه ما فكرتش تعمل كده انت كمان؟ مش لوني يعني، هو انا بحب المهرجانات وكل حاجة، بس هي مش لوني انا يعني، بحب لون عبد الحليم. يعني ما جربتش قبل كده تغني مهرجان؟ جربت بس يعني ما سجلتش يعني، بس جربت. سمعنا وانا احكم اقول لك تنفع ولا لا. ماشي نجرب. هنغني لنا ايه؟ ان شاء الله بنت الجيران. بنت الجيران شغلانه انا عليا، وانا في المكان في خلقه حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه، شفت القمر سهرني ليالي، وهموت عليك يا رب العالم بيا، سيب شباكك مفتوح ليه تقفلي بهوايا، وانت قاعدة معايا عينيك ليا مراياك، يا جمال مراية العين خليكي، لو هتمشي ناديكي انت ليا ناديكي، احنا الاتنين قاطعين، وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري، ايوه انا غيري مفيش. برافو. طب ما نفع، هو صوتك جميل جدا في المهرجانات، هتغني مهرجانات بقى بعد كده ان شاء الله. انا يا محمد بقى ايه لاحظت في الفتره الاخيره دي، من بعد كمان طبعا انت عارف كورونا كلنا قاعدين في البيت طبعا، فكل واحد بيدور على حاجه معينه يتعلمها، فانا لاحظت في الفتره الاخيره دي كله بقى بيتعلم طبله وينزل فيديوز ليه وهو بيطبل علشان يكسب كمان فولورز، وبالذات بقى الموضوع بقى موضه اكتر مع البنات. طبعا. فايه السبب بقى؟ اشمعنى الطبله بالذات وكله يعني اتجه لها؟ والله هو الطبله في تعليمها مش صعب قوي زي الالات الموسيقيه الثانيه، يعني الطبله احنا عارفين ان هي فيها دم وتك، بقيه الالات الثانيه فيها سلم ايقاعي وفيها مقامات ودرجات، فالموضوع بيبقى اصعب شويه وممكن بيحتاج احيانا لدراسه اكاديميه. فالطبله ممكن بتكون اسهل شويه في تعليمها، زائد ان هي كل الثقافات وكل الالوان وكل الاعمار بتحب الطبله، يعني الطبله بتلمس كل القلوب يعني، وكل الناس بتحبها سواء صغير كبير شعبي غربي طرب جديد، كل الالوان يعني الطبله بتبقى ماشيه فيها كويس والناس بتحبها يعني، بتليق على كل الالوان يعني. بالظبط بالظبط. طب احنا عارفين بقى ان اي حد بيكون في مشوار مثلا في حياته عامه، او لو حاجه معينه بيتعلمها او شغله، بيكون المشوار ده فيه مشاكل كتير جدا بتواجهه، وفي صعوبات كتير جدا الواحد بيقابلها. انا عايز اعرف بقى ايه المشاكل اللي واجهتك من ساعه ما بدات غنى عموما، او حاجات اثرت فيك انت شخصيا؟ هو موضوع اثر فيا يعني موت اختي، ان اختي توفت بس، وكده ده اللي اثر فيا في حياتي عامه. بس وحضرتك؟ والله هو في بدايه الامر كنت بواجه انتقادات كتير جدا، يعني ان كله يعني عندنا في مصر في انطباع كده ان طبله يعني حاجه مش كويسه. ايوه زمان كمان كان الموضوع ده بالظبط، وما زال يعني احنا حتى المفروض الفكره دي تتلغي، بس للاسف ما زلنا بنواجه. بس دلوقتي لما ناس كتير بقت بتطبل وبنات بالذات، بقينا نشوف الموضوع ان هو فاني اكتر من ان احنا نقول حاجه مثلا مش كويسه او كده، الموضوع بقى بيجذب ناس كتير. هو المفروض، بس برضو يعني ما زال الفكر ده راسخ يعني، زاد برضو يعني حاليا برضو بواجه انتقادات اللي هو انت ازاي طالب هندسه وبتطبل يعني، ف هو المفروض الموضوع عادي، ما تبقى هواية. هو المفروض مش حاجة هواية غريبة يعني، او حاجة شاذة عن الواقع، او كل واحد يعمل اللي جداً هو يعني شايف نفسه كويس فيه. بالظبط، المفروض حاجة عادية جدا. بالظبط. طيب يا محمد انا عايزة بقى اسمع منك اغنية نختم بيها كده فقرتنا دي بإذن الله. عايزين بقى من حاجة الترند اللي طالع اليومين دول. طيب نقول حاجة الفنان الكبير حسين الجسمي. يا ريت نوجه له طبعا كل التحيه والتقدير لي. يلا بينا.
حبيبي بالبنت العريض جالي وأقرب من وريد حالتي تتشخص جنون بيقولوا لنا بك مريض أتري كل ما حب فيك بد منك وبقيت مزاج أتلحق بقدي في ديك ما انت في لقاك العلاج لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد جديد. مش عايزه الاغنيه تخلص الصراحه. جميله جدا. انا بشكركم جدا جدا على وجودكم معايا، شرفتوني ونورتوني طبعا، وبتمنى ليكم ان انتوا بعد الحلقه دي ان شاء الله هتلاقوا فرص كتير جدا حلوه ليكم. هنطلع لفاصل سريع واستنونا مع الفقره الثانيه.